ادي هجيب البرتقال. طبعا البرتقال مجرد ان انا قشرتها من بره وشلت من عليها كل القشر، لكن دلوقتي انا هعمل ايه؟ هاجي انا مش عايزة قشر البرتقال، هطلعها زي فصوص. تقطعي تيجي عند حافة الجلد وتروحي مقطعاها، حافة القشرة وتروحي مقطعاها. اتمنى ان الكاميرا تكون شايفة اللي انا بعمله. هتقولولي هو احنا مش هنضربه في الخلاط؟ احنا هنضربه في الخلاط اه، بس برضو هيبقى فيه قشر، انا مش عايزه القشر ده. بص بتطلع ازاي كده. انا عايزاه من غير القشر، فصوص صافيه كده اللي هي الحبيبات، الحبيبات بتاعت البرتقال. هتقولوا ايه وجع القلب ده؟ معلش، وانت هتعملي الكلام ده كل يوم؟ وجع قلب يوم، ابسطيهم يا ستي. ودول ولادك برضو وجوزك، معلش بقى متعبلهم شوية. انا هشيل كل القشر، هجيب التانية هعمل نفس الحكاية. طبعا لازم تكوني في الاول شلتي كل القشرة بالابيض اللي هي عبارة عن الياف. مش قادرة اقول لكم الموضوع ده ممتع قد ايه، بالذات بقى بالعصير اللي عمال ينزل على ايد الواحد. بس يا سلام عملتي الكلام ده في يوم بعد اكلة سمك مثلا، اكيد هتطلع ريحة السمك من ايديكي. ندي اخر واحدة. تمام كده، استني بس هشطف ايديا. دلوقتي هجيب خلاط نشيل كل ده. انا عايزه دلوقتي برتقال بالعصير اللي نزل منه كده، وهحط عليه انا ده لبن جوز هند خلطاه بكريمة جوز هند. تمام كده، وحبة فانيليا. طبعا لو في فانيليا فريش اللي هي اللي بتبقى البني يبقى احلى، بس ما دام مفيش نستعمل فانيليا دي. دلوقتي بقى هحط التلج، لان ده سموثي ده مش عصير. حتى التلج بينه مش عايز ينزل جوه الخلاط. كفايه كده،
هو بياخد شوية وقت علشان يكون التلج كله اتكسر. انا دلوقتي هجيب الكوباية في تلجاية مش عايزاها تنزل. ادي العصير هادي، السموذي بتاعنا يجنن.